أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما رأيكم في هذه المقولة: الله ربي لا أريد سواه، علي في الوجود حقيقة إلا هو؟ هذا شعر، هذا ما هو بحديث، هذا شعر. نعم أحسن الله إليكم، لكن معناه صحيح. إيش يقول؟ يقول: سلمك الله، الله ربي لا أريد سواه، علي في الوجود حقيقة إلا هو، أو إلا هو. أدري عن آخر البيت، لا يصير من كلام وحدة الوجود. على كل حال هذا ما هو بحديث، ولهم من كلام أهل العلم. هذا بيت من الشعر، الله أعلم. نعم.